السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في لاشانتي. ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وكاملين تكونوا بون سونتي. معكم خوكم زينو ام اتش دي من الجزائر. او دالي اليوم في اجواء البكالوريا، مباريات ستكون صعبه، مباريات ستكون جد مثيره، والنتيجه ستكون صعبه جدا على الطلب وعلى الاساتذه وخاصه المصححين. ربي ان شاء الله يوفق اي واحد راح يدير مجهود باش يقوم بانجاح هذه الشهاده تاع البكالوريا، سواء كانت في المغرب ولا في الجزائر ولا في اي دوله من الدول العالميه، لانه صراحه الامر صعب جدا. كورونا، حجر صحي، ازمه اقتصاديه، ازمه معنويه، ازمه ماديه، ولكن الحمد لله على كل الاحوال وعلى كل الظروف وكل شيء من عند الله عز وجل. ان شاء الله ربي سبحانه ييسر ويسهل علينا ولا نكلف نفسا الا وسعها. المهم، فيديو تاع اليوم هي رساله من عند الاخ اسماعيل من مدينه الدار البيضاء لرجل مسن في عمره 79 سنه قام باجتياز شهاده البكالوريا في المغرب وصنع الحدث في العالم. حتى اكبر الجرائد كتبوا عليه، يعني مقالات صحفيه يعني، وعنونوا يعني انه هذا الرجل العجوز حظي بتشجيع جدا لكونه يعني قام باجتياز شهاده البكالوريا. في هذا المقال الصحفي قالوا انه حظي رجل مغربي مسن في 79 من عمره بثناء واعجاب واسعين بعدما ظهر في صوره وهو يجتاز امتحان البكالوريا رغم الظروف الاستثنائيه التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالاضافه الى سنه يعني الكبير. ونشرت صفحه مدرسه البقالي الثانويه في مدينه ايمت ملول وسط المغرب على موقع فيسبوك صوره الرجل الذي يرتدي جلبابا تقليديا وكمامه واقيه على الوجه وهو منهمك في ورقه التحرير يا حبيبي. ولا يقتصر اجتياز امتحان البكالوريا في المغرب على طلاب الثانويه العامه، اذ يمكن للافراد ان يتقدموا بشكل حر ويسمون المرشحين الاحرار ديداليب، وانا كنت واحد منهم لانه انا قمت بالنجاح بالبكالوريا في سنه 2015 وعدت اجتيازها مره اخرى في سنه 2016، وذكرت هذا في فيديو الصباح. اللي ما شافش فيديو الصباح روحوا شوفوه. المهم، بغضون ذلك لم تعرف المدينه التي ينحدر منها هذا الرجل المسن، كما لم يجري الكشف عن معلومات بشان تخصصه وما اذا كان في سلك الاداب او في سلك العلوم. ونال مرشح البكالوريا هذا القدر من الاشاده لانه حرص على اجتياز الامتحان رغم الظروف الصحيه، فضلا عن كون كبار السن من الفئات اكثر عرضه للمضاعفه فيروس كورونا. يعني هذه قصه لامرأة فرنسية، هي امرأة اخرى يعني قصة مشابهة نوعا ما لهذا الشخص، يعني كان في عمرها 80 سنة او 79 او يعني المهم كبيرة في السن. ولما سألوها قالوا لها علاش راكي تجوزي في شهادة البكالوريا، قالت لهم لكي لا اموت غبية. بطبيعة الحال العلم يعني عندك وقت الطلب ومدى الحياة، ولكن من شب على الشيء اشاب عليه، لذلك ان كنت انت طالب العلم في صغرك يعني هذا الشيء اضافي وايجابي لك، وان لم تكن طالب علم فالنصح انك تكون طالب علم وتحب المطالعة وتحب العلم وتحب تثقف وتحب تقرا امور تنفعك وتنفع بها الانسانية وتدفع الانتوراج وحتى احبابك واقاربك، لانه العلم ما عندوش حدود وما عندوش سن وما عندوش يعني اي فوارق. لانه انا شخصيا قريت في الجامعه، اقرا معايا استاذه كبيره في السن، يقراوا معايا اساتذه كبار في السن وخيروا التخصص هذا. مثلا الاستاذه اللي تقرا معايا استاذه فيزياء وانا نقرا لغه فرنسيه، جات تقرا اللغه الفرنسيه بعد يعني حصولها على التقاعد، لانها قالت لي ما عنديش عائله ما عنديش ابناء، لذلك ساكرس وقتي كله للدراسه طلب العلم وسادرس فرنسيه، وممكن انا ستدرس امور اخرى. لذلك خوتي خواتاتي كل هذه الامور يعني محفزه وهذه الامور كلها ايجابيه، العلم ايجابي ايجابي ايجابي، لانه العلم ما يخليكش منغلق في تلك القوقعه يعني اللي تخمم بها قبل ما تكتب هذا العلم. هذا اللي تقراه وتبحث يعني تدير بمجهودات ودير ديزيفور يعني يخليك نوعا ما تتفتح العالم وتعرف امور وتعرف معلومات، ما تبقاش تفكر يعني مثلا في ابناء حيك، في بعض المبارزات، في بعض يعني المشاكل السلبيه اللي توقع في الاحياء، يعني تنوض خليك يعني تفكر بتفكير اكبر. المهم، المغرب قام باغلاق كافه المدارس في مارس الماضي لاجل كبح انتشار فيروس كورونا، اضطر التلاميذ الى مواصله الدراسه عن بعد على غرار باقي دول العالم. انطلقت امتحانات البكالوريا في الثالث من يوليو الجاري، يعني الثالث من جوان بالنسبه لشعبه الاداب، اما طلاب التخصص العلمي فيجتازون امتحان بين يوم الاثنين السادس من يوليو والتاسع من شهر نفسه، ويجتاز طلبه المغاربه الامتحان في ظل اجراء التباعد الاجتماعي، ولذلك تم تعويض فصول الدراسه بقاعات مغطاه مع ابقاء مسافه فاصله بين الطاولات. وظهرت صور عددا من القاعات في المغرب وقد جرت تهيئتها لاستقبال التلاميذ بشكل متباعد، فيما انطلقت حملات التوعيه لاجل حث مجتازي الامتحان على الالتزام بجملة من الشروط الصحية، لأنه صراحة لم تكن وقاية في الامتحان ستكون يعني امتحان كبير جدا للدولة التي ستقوم يعني بمواجهة عدد كبير جديد لضحايا فيروس كورونا أو لضحايا مصابين فيروس كورونا. هذا الشيء اللي ما مش يعني حلموا به وما ناش باغيين نوصلوا له وما ناش يعني نفكروا فيه. لذلك خوتي خواتاتي نتمنى التوفيق لأي واحد اجتاز البكالوريا في هذا السنة، لأي واحد يريد يعني النجاح في هذا البكالوريا هذه السنة. خوتي خواتاتي ننتقل إلى الفصل الثاني من هذا الفيديو. الفصل الثاني من هذا الفيديو جبتكم تجميع لأسرع العاملين وأسرع يعني واحد يعني ممكن أنك تشوفه في كل مجالات يقوم بعمل، ولذلك خواتي خواتاتي رابط الفيديو موجود في الديسكريبشن بوكس، يلا شوفوه مع بعض خواتي خواتاتي. أوكي، شوف طريقة مسح الزجاج، شوف 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 شوف، هذا يقوم بتفكيك يعني الأرضية ولا يقوم تفكيك السقف، وضع السقف عفوا،
شوف طريقة العمل. واو هذا العمل يعني يتطلب تركيز ويتطلب حساب ويتطلب قياس ويتطلب نوعا ما بطء في الأداء، ولكن هو يقوم بتأديته باختلاف وبطبيعة الحال. السرعة هذه يكتسبوها من أين؟ يكتسبوها مش من التكوين ومش من الدراسة، وإنما يكتسبوها من خبرة. شوف طريقة التحرك تاعهم بالعكاكيز. العكاز، العكاز جمعه يعني مجهول بالنسبة لي. شوف شوف هذه طريقة جديدة اكتسبوها وتعلموها يعني، سبحان الله العظيم. واو الأكل، وين ما يكون أكل تكون هناك يعني رغبة وتكون هناك. واو شوف 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 أوكي، هذا يقومون بكسر أعراف الأشجار. هذه مسابقة، هذه مسابقة يعني اللي كسر الأول راح يكون فايز. يلا 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 يلا، مسابقة أولمبية هذه شكلها، ولكن ما أعتقدش أنها تكون معترف بها في كل الدول، لأنها صراحة الحركات هي حركات رياضية، حركات يعني تطلب جهد كبير جدا وقاسي. أوكي يقوم هنا بتنظيف الحديقة تاعه، ولو ممكن يكون يعمل في البلدية يعني في قطاع النظافة. واو أو بيقوم بتسقية عفوا الأعشاب. شوف 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 كيف يقوم بغسل الأواني وتحضير الطاولة. هذا يعني أسرع من السرعة يعني. تفوق على السرعة. يلا روح 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 انتقل إلى شيء آخر. وهذا ما يتطلب يعني لما تكون عامل في مطعم، يعني ما تطلبوش منك أمور كثيرة إلا السرعة في الأداء، لأنه تعمل يعني بوضع نوعا ما ضغط على التاجي على المشتري ليكون أعطاك كلمة، وبعد ذلك يعني ما تكونش قد الكلمة تاعك. لذلك لابد عليكم أنكم تكونوا سريعين، خاصة أصحاب المطاعم. خوتي خوتاتي شوف طريقة تقطيع الخيار. هذه السلطة سو يامي، سلطة يعني معروفة عندنا، خيار وبدنجان و يعني حار وفلفل، يعني واو واو عالم. أوكي شوف طريقة تقطيع هنا، تقطيع أغصان الأشجار، يعني هذه مسابقة راهم قايمين بها على حسب ما أرى. أوكي يعني منظرة يعني أكثر واحد جزار يمكن أنه ينجح. الله شوف تقشير البطاطا. يو what the hell is this؟ هذا يا حبيبي ما هذا يا هذا؟ نزع البنان، الموز. شوف كيف ينزع الموز، ينزع يعني ممكن نصف شجرة في قبضة واحدة. أوكي تقوم بتفتيح العجائن هذه، شوف إعادة تدويرها ووضع يعني أمور داخلها، ثم تقوم بإعادة يعني غلقها بسرعة كبيرة جدا وتضعها تقلى. واو تقشير الموز الآن. يو وهذه قلت لكم ما تخافوش وما تخلعوش وما تندهشوش، لأنه هذه الأمور تتعلمها بالخبرة بالإكسبيريونس حبيبي. أوكي تحضير الساندويتشات، هذا العمل يتطلب سرعة طبيعة الحال، عمل طبخ يتطلب سرعة، لأنه قلت لكم تلعبوا ضد عامل الانتظار، هو أكثر حاجة يعني يكرهها المشتري والزبون. شوف يعني الثروة المائية الجميلة الرائعة. الله الله تحية لكل محبي يعني فواكه البحر. الله المرجانات، الله الله جمال 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 جمال. شوف طريقة التقطيع بسرعة طبيعة الحال، لكن حذاري أنه السكين يكون حاد ويجرحك. في آخر الفيديو أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، لا تنسوا الضغط على زر اللايك، اشتركوا في القناة، تفعلوا زر التنبيهات، نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. كان معكم الجزائري نواف مرشدي، بيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.